بتشغيل الإنارات وتكون واحد الإنارات ضوئية خاصة. وهذا الحدث هو حدث أيام الأبواب المفتوحة للمنصة الخامسة هنا بهذه المدينة الجميلة مدينة أكادير بعيدة الدار البيضاء مراكش طنجة فاس. جاء الدور من ساكنة مدينة أكادير وكذلك المدن والقرى والمناظر والأقاليم المجاورة لهذه المدينة نسوس العالمة هذه المدينة اللي أخذت في كثير أخذت الناس فبعد ما قلت درجين نوعي مع المشي العسكري والفرقة الموسيقية الشرفية التابعة للمنطقة العامة الأمن الوطني كذلك ابتداء من الرابعة هذه الرابعة على نوعي مع عرض خاص بخطة التسجيلة ثم الثلاثة الرابعة كان عرض خاص بالحماية المقربة الفرقة المركزية للتدخل كوكب الموعد مع عرض خاص بالقوة الخاصة لدي جي اس بي التابعة للمنطقة العامة الأمن الوطني. المشاركين تحصلوا على مهارات من خلال دورات تكوينيه بالمعهد الملكي للشرطه على مجموعه من الانواع ديال الدراجات. من ناحيه تقنيه الدراجيين عندهم برنامج معتمد اكاديميا كيتعلموا فيه لا الشق التقني ولا الشق لا من ناحيه الميكانيكيه ديال الدراجه ولا من ناحيه القواعد المعتمده خصوصا القواعد المعتمده في اطار السير والجولان قانون السير المعتمد اللي هو معمول به الكفاءات فيما يخص التعلم على مجموعه من الانواع ديال الدراجات الى غايه الوصول الى واحد المستوى اللي كيخليهم يأهلهم يقدموا لنا عروض تشويقيه امام الجمهور الكريم. الدراجات اللي كنقوموا بالعرض ديالنا بها هي دراجات من انواع مختلفه فيها لا بي ام دبليو فيها لي هوندا فيها مجموعه من الانواع ديال الدراجات والاسطوانات ديالهم مختلفه قوه الدفع ديالها مختلفه عندنا الحجم الصغير وعندنا الحجم الكبير وهذا مفروض في التكوين لان التخصصات تختلف ملي كنقولوا تخصصات تختلف ان الدراج اللي كيتكون حسب نوعيه التخصص وهذاك التخصص هو اللي كيفرض عليه نوعيه الدراجه وحنا كنكونوا مضطرين اننا نعلموه جميع الانواع ديال الدراجات باش يكون عنده كفاءات اللي كتاهلو باش يمارس المهام ديالو في الظروف العاديه بالشارع العام. من ذلك للحفاظ على كيف قلنا اذا كان التخصص داخل المدار الحضري او خارج المدار الحضري هذه انواع ديال الخدمه طبيعه العمل ديالو اللي كتكون من المفروض يكون كيتوفر على مؤهلات بانواع مختلفه من الدراجات.